العلاج بالطاقة هو أحد أنواع العلاجات الذي ذاع صيته في السنوات الأخيرة. ما هو هذا العلاج وكيف ممكن تحمل في طياته فوائد مذهلة للصحة؟ لنعرف أكثر عن هالموضوع بصيرنا نرحب بفاديا السلطي ماستر ريكي وكارونا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلين فيكي. اهلا وسهلا فيكي. خلينا كوتش، خلينا نسميكي يلي بتعطي طاقه وبتدرب على طاقه الحياه. مثل ما ذكرت نور بالمقدمه، يمكن كثير هلا زاد بالفتره الاخيره العلاج بالطاقه وانواع واشكال. خلينا نحكي عن وجودها بحياتنا اليوميه وبوجودها بكل شيء نحن عم نلامسه للطاقه. هلا الاماكن يلي بتنتشر فيها الطاقه عالميا اكثر شيء بالاماكن يلي بتصير فيها ازمات، بتصير فيها حروب، امراض، بحبز نشر الطاقه. وجود الطاقه اخر فتره ببلدنا انتشر، انه البلد بحاجه لثقافه الطاقه الحيويه، ثقافه العلاج. العلاج بالطاقة أول شيء بيبدأ بكل المدارس، إن كانت بمدرسة الريكي اللي هي اختصاصي أو بمدارس الثانية مثل برانا، مثل مدارس متعددة أسماء متعددة. هي طبعا كلها هدف واحد، هي الشفاء الذاتي، الشفاء الداخلي، وبتتم بمراحل متشابهة. لتطهير الطاقة أو لتطهير الإنسان من الأمراض، إن كانت أمراض جسدية ولا أمراض نفسية أو روحية، بتتم ببند الأولاني بالمبادئ والسلوكيات. البند الثاني يلي بعد الأسلوب الحياة، إن كان بممارسة الرياضة، باليوغا، بالطعام، بالغذاء. بعدين بتيجي تحفيز الطاقة الداخلية والشفاء الذاتي. كاريكي، كطاقة الريكي، هي اجت مؤلفة، كلمة يابانية مؤلفة من مقطعين، مقطع الري اللي هو بيقصد فيه الكون، الروح، الطاقة المطلقة، الطاقة الشاملة، والكي هي الطاقة الموجودة بكل موجود، يعني كل شيء موجود بهالحياة هو كي، الطاولة هي كي، الإنسان هو كي. كل شيء لديه طاقة، فينا نقول أي موجود هو له طاقة، فهو كي، بمعنى في له إضاءة معينة، نورانية معينة، اهتزاز معين، كثافة معينة، لون معين، بيختلف من موجود لموجود أو من شيء لآخر. طيب خلينا نحكي معك كيف فينا نبلش علاج بالطاقة. مثل ما قلتي في بداية حديثك، يمكن بما أنه نحن بأزمة صار لها سنوات، بتحسي الناس يعني صار في عندها طاقة سلبية لا إرادية. خلينا نحكي مثلا، أنا بآمن مثلا بالأشياء أنه في طاقة إيجابية، في أشخاص ممكن ينشروها وفي أشخاص بتحسي هنن طاقتهم سلبية، بس لنقول بدنا نبلش بعلاج بالطاقة بالعموم، شو هي الخطوات نحن اللي هلأ كمصطلح منقول إنسان طاقته سلبية استخدموها بالعامية هو خطأ. إنسان هو عنده طاقة كي، طاقة صحيحة، فطريته صحيحة، بتهبط طاقته، بهبوط الطاقة بهبوط الطاقة نحن منقول صار عنده طاقة مرضية، فأخذناها للسهولة طاقة سلبية. أما الإنسان هو فطريا إيجابي سليم، طاقته كلها نورانية شفافية، فيه الروح. الانخفاض الطاقة بسبب عدم كفاية الطاقة الداخلية فيها بتهبط طاقته، يعني الاستهلاك اليومي يمكن هو اللي بسبب أمور متعددة، طرق حياة خاطئة، أسلوب حياة خاطئ، أفكار، مشاعر، تأثيرات خارجية بتهبط طاقته. الإنسان عليه يوميا وفطريا يمشي بطريق الصحيح بأسلوب الحياة، مثل التنفسات، التعرض للشمس، أمور كتير، ممارسة اليوغا، السباحة، في أساليب بالطاقة استخدمت لرفع الطاقة الداخلية. وقت ترتفع الطاقة الداخلية تتصحح الأفكار، تتصحح المشاعر، ببلش الإنسان يحس بحاله أنه هو إيجابي، بتوصل إيجابية لتردد معين قوي، بيقدر حتى يقوم بتوزيع هالأفكار وهالمشاعر الإيجابية، يعني بيعمل تأثير إيجابي على المحيط يلي حواليه. نعم. كوتش خلينا نحكي، يمكن ظروف صعبة عم تمرق فيها الناس، بيقولوا لك هلأ ما في كهرباء، ما في مازوت، ما في مدري شو، أنا بدي أقعد فكر بالطاقة. لكن نحن خلينا نقول نستغل يمكن عدم وجود كهرباء هون، كيف فينا نعمل؟ يمكن الشمعة بتعطي طاقة، يمكن أي شيء بالحياة فينا نستمد منه نحن طاقة إيجابية. خلينا نحكي بتدريبات بتريح لنا نفسيتنا، بتخلينا يمكن أكثر تأقلم مع الواقع. هلأ نحن قلنا الطاقة أول شيء هي مبادئ وأخلاقيات. مدرسة الريكي تحديداً هي مدرسة قلت يابانية،
الماسترات يلي أسسوا المدرسة أو رواد المدرسة اليابانية أول ما بلشوا نشر الطاقة الريكي أو مدرسة الريكي بالأماكن اللي فيها حروب. السبب لأنه كان أول شيء بنشر الريكي هو نشر المبادئ. وقت نحن بيكون فكرنا فيه امتنان فيه شكر بيرفع الوعي، وقت بيرفع الوعي بيصير صفاء للذهن وفي تردد للذهن معين بيخلينا نشوف الجوانب الإيجابية. استخدم الريكي بأماكن الحروب، يعني معناتها ممكن نحن نشوف ضمن الأزمات نقص كهرباء أو نقص أي شيء نشوف الشيء الإيجابي بالموجود. يعني طيب الريكي كيف نحن فينا نستخدم طاقة الريكي بحياتنا؟ يعني كيف من في الصباح كيف فينا نحن هيك بالبداية بيقولوا لازم ننظف حالنا من هاي السلبيات العمومية لحتى نقدر نستقبل طاقة جديدة، صح الشيء؟ مزبوط صح. هلا حاحكي لأنه هو طبعا بده يلتحق واحد بتدريبات معينة لحتى يقدر يستخدم الريكي وإلى يعني تدريبات بتمد لسنة. فمبدئيا اللي ما عنده فكرة عن الريكي فيه يستخدمه بطرق بسيطة. الريكي معناها المبسط الحب اللامشروط أو الحب الإلهي، بمعنى نحن نعيش حالة من الحب. فأنا من أول ما في بحس حالي بطاقة مثلا سلبية، أغلبية العالم عم بتفيق بتحس إنه هي حالة ما لها مرتاحة، فهي بدها تبادر من أول ما بتفيق بشيء إيجابي. أول ما بنبادر بقلب بيوتنا نعمل امتنان، يعني من فيه بنعمل دعاء بهذا الشكل أو بهذا الشكل الشيء اللي أنا بحس روحي مرتاحة له، بطلب الطاقة الإلهية بطلب النور الإلهي وبلش بعمل امتنان لبيتي لحياتي لعائلتي. حتى لو كنت مو ما عندي رضا على هذا الشيء بس بعمل امتنان انه لبلش مستقبلا جيب هالمشاعر الحلوه لحياتي. الخطوه الثانيه هي قوم عانق كل شيء بالبيت. العناق هو بكون بحاله الريكي تحديدا، بكون بحاله الحب الالهي. وقت انا بعانق اطفالي بعانق زوجي او الزوج بعانق زوجته هو بيكون بحاله حب الهي. فطريا نحن كلياتنا مفروض نعيش بحاله الحب الالهي. العناق هو اول مين بيوصلنا لهذا الشيء، بعدين الابتسامه، الابتسامه كانت بقلب البيت او خارج البيت نحن بنكون بحاله الريكي، يعني بحاله الحب الالهي. فالكلمة الحلوة بنكون بحالة حب الإلهي. صحيح. المشاعر الحلوة للآخرين، النوايا الحسنة بحالة الحب الإلهي. هي كاستخدام مشاعر، فأنا كل ما بعطي كلمة حلوة، معاملة حلوة، أسلوب حلو، نوايا صافية للآخرين، بكون أنا ريكي. تاني شيء بالأسلوب الحياة بقلب البيت، تهواية البيت، لمجرد أنا فتحت النوافذ بالبيت وفاتت الطاقات البرانية أو طاقات الكي، فأنا هون بكون عم بجدد الطاقة الكي بقلب البيت. كمان بهالحالة حأشعر بالسعادة، حأوقع بكون يعني بحالة الريكي. الشمع كتير حلو، بيعطي طاقات كتير، طاقة كي كتير حلوة. الألوان الفاتحة بالبيت، الكراكيب هي كسر الطاقات الكي، يعني نتخلص من بيوتنا من الكراكيب. يلي بحس حاله مزعوج بالبيت يقلل هالأشياء الموجودة، يقلل خزن التياب الموجودة، يترك فراغات بقلب الدروجة بقلب الخزن، يترك الفراغات بالغرف، يترك الفراغات حتى بالمطابخ. الترتيب والتنظيم وقلة الأشياء بتخلي جريان طاقة الكي بحالة إيجابية، بيأثر على طاقة الإنسان وقتها بيعيش بحالة الكي. نحن كناس فطرياً مفروض دائماً عايشين بحالة الكي. غذائنا كتير بيلعب دور مهم، يعني وقت أنا بحس بنقص للحب أكل لون الأشياء الخضراء، السلطات، الخس، الأشياء الخضراء كتر منها، فيني أنا نوع بالفواكه، ابتعد شوي، يعني مو إنه نبتعد نهائي عن اللحمة، تخفيف اللحومات، قرب أكثر للطبيعة، للأشجار، النباتات بالبيت كتير بتعطي طاقات حلوة. هالأشياء كلها بتخلينا بحالة الكي بالحب اللامشروط بالحب الإلهي. يمكن هيك كنا نشوف أيام زمان البيت الكبير والواسع اللي فيه مساحة وأرض ديار مع المي والخضرة، بتلاقي فعلا كان في لمة العيلة وهي الطقوس، لأنه إذا بدنا نركز على هاي المفاهيم كانت موجودة سابقا. أما هلأ مع تطور التكنولوجيا بتلاقي كل ما أنا البيوت عم تاخد فطريا كانوا هن بالريكي بحالة الريكي عايشين. وطبعا الإلكترونيات ضروري نبعدها عن حياتنا، مضل هو نمط الحياة، ستايل البيوت اختلف، طريقة المعيشة، أهم شيء الكراكيب، النظافة والترتيب بتأثر كتير على تردد الدماغ. دماغنا بيشوف كل شيء،
فكتر الأغراض الكراكيب بتأثر كتير على موجات الدماغ، تخفيفها بيساعد على هدوء العقل، يعني هدوء الحالة النفسية. نعم. هلأ حضرتك عم تقومي بجولة بالمحافظات السورية؟ بالمحافظات السورية عم بنشر طاقة الريكي مع جروب ضمن الاتحاد الرياضي. تماما، خلينا نحكي يمكن أول مكان قمتي فيه. بلشنا أول مكان بحلب. بحلب ضمن لجنة، أنا من لجنة الاتحاد الرياضي، نحن المجموعة كلجنة من الاتحاد الرياضي بيقودنا الأتشاريا، عم نقوم بنشر طاقة الريكي، عم نمشي بنشر المبادئ الأخلاقية وكيف نعلي الطاقات الداخلية. نعم، يعني بلشتوا بلشنا الشهر الجاي إن شاء الله بحمص. نعم، خلينا نحكي كيف كان بحلب، كيف كان الإقبال، شفتي النفوس تفاعلت مع هي الطاقة، لمستي هذا الشعر فعلا بيك. طلعنا نحن مالنا عارفانين كيف رح يكون الإقبال، تفاجأنا إنه أهالي حلب كتير رحبت بهذا الشيء، والحمد الحمد لله كان استيعابهم حلو كتير وكانت ممتعة. شو ضمنت الرحلة فينا نقول؟ أكثر طاقة إيجابية ب... نعم؟ شو ضمنت الرحلة؟ يعني الرحلة هي كانت في عم قسم من هو الريكي وقسم من تدريبات الطاقة الأرتدي. كل توعية الطاقة وتوعية الطاقة الداخلية أعطينا كتير بحب، ولقينا بالمقابل الحب، يعني عشنا حالة الريكي الحمد لله، وكنا كتير سعيدين بهذا الشيء وكان في تفاعل جيد. وهذا جميل لما تقولي فعلا لما نقول بدنا ساعة صفة لحالنا، هي أصلا تدخل بمفهوم الريكي، يعني لما أرجع أعمل طاقة متجددة لنفسي، لخلايا نفسي، للبيت، حتى للأطفال كمان، قديش بتلعب النظرة لنمط حياتك، لأنه مثل ما قلنا نحن بظروف معيشية قاسية، فكتير من الناس هلأ بتكون عم تتابعنا بتقول يعني أنا كل هدول القصص ماني فاضية. إذا بترجع يعني مفهوم التربية القديمة هي ضمن الريكي، هي موجودة داخلنا، العيش بحياة يعني كان بسيطة. إن كانت الأهل تقلك لا لازم يعني أمك تقلك لازم تمي عم تضحكي، ما بصير البنت تتم مكشرة، لازم تكون في عندك رفقات، لازم يكون في تواصل، كل هاي المفاهيم ضمن تربيتنا الشرقية كانت موجودة، بس يمكن مع تطور التكنولوجيا عم تخف، يعني مع السرعة الزايدة بكل شيء التواصل الحقيقي، التواصل الحقيقي راح. الريكي أو أي كلمة رح نقول نحن نسهلها للعامة، الحب، الحب اللا مشروط هو بيجي من التشاركية، من التعاون. وقت نحن نفهم أنه أنا مالي منفصلة عن الآخرين، ما في كلمة أنا بنستخدمها نحن هاي للدلالة المادية، نحن كلياتنا نحن متصلين مع بعض، نحن ما كل واحد من جزء منفصل، في تعاون، في حب. لتحفيز الطاقة الحب الإلهي أو لتحفيز الطاقة الحب اللامشروط وتحفيز الشفاء الداخلي هو بالعطاء، العطاء رقم واحد بالريكي. نحن كتير منحس على العطاء، بمدارس الطاقة كلياتها بتحس على العطاء، ما في شيء أنا متعلقة فيه إلي لحالي، كل شيء موجود عندي هو إلي وللكل، يعني لأننا كلياتنا، ونحن منضل لازم بفكرة نحن جزء من الكون. أكيد. أكيد يمكن لي اليوم معلومات مفيدة وطاقة إيجابية نشرتيها اليوم ضمن صباحنا، بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. وشكرا لكم. شكرا لك، صباحك حب، وكل الناس إن شاء الله صباحها حب يا رب. صباحكم حب، صباحكم ريكي. صباحك ريكي هيك هيك. صباحك ريكي وامتنان دائم. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك.